وقع رئيس اتحاد المهندسين خالد الشاب ونقيب المقاولين فؤاد الخازن في مقر نقابة المهندسين في بيروت بروتوكول تعاون بهدف استفادة الطرفين من إمكانيات بعضهما والحفاظ على التنسيق الكامل بينهما لما لقطاع المقاولات من تأثير على الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومشاريعه التي ينفذها مهندسون. فضلا عن أن الاتحاد يقف دوما إلى جانب المقاولين في مطالباتهم المحقة لمستحقاتهم من المشاريع التي نفذوها لصالح الدولة اللبنانية، إذ أنها ستبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات مع انتهاء العام 2014 عن مشاريع نفذت أو هي قيد التنفيذ. من هنا نطالب كل المراجع الرسمية خصوصاً وزير المالية بضرورة الإفراج عن هذه المستحقات للمتعهدين الذين يعانون الأمرين ولو بجزء عن الأعمال التي تم تنفيذها والمتراكمة مستحقاتها منذ أكثر من 4 سنوات. بعتبر أنه بيتكاملوا هالنابتين ومهم كثير، أقوى بنكون أقوى بكثير نحن كنقابة المقاولين لما بنكون مسنودين من نقابة المهندسين. وفي ختام اللقاء سلم شهاب للخازن درعا تقديرية.